معايا دلوقتي دكتورة رانيا أدهم، مستشارة بوزارة الحج والعمرة. ازيك يا دكتورة؟ أهلاً أهلاً فيك. الحمد لله. احكي لنا النهاردة عن الندوة. ندوة الحج الكبرى هي بتقام كل سنة، هي تقريبا دورة 48 هذه السنة. عنوان الندوة هذه السنة اللي هو مراعاة الرخص الشرعية والأنظمة المرعية في شعيرة الحج. دورنا في الندوة هذه أو هدف الندوة دي كل سنة إن هي بتجيب تقريبا يعني من كل أنحاء العالم العلماء ومفتيين بيتكلموا عن المواضيع تخص الحج والعمرة، بيستفيدوا منها يعني البعثات الحج الحكومي اللي بنبرد الدولية. ودور حضرتك تحديدا كان ايه؟ انا دوري في الوزاره اللي هو مستشاره تطوير اعمال في مكاتب شؤون الحج، بننسق مع تقريبا فوق تقريبا 80 دوله، بننسق معاهم رؤساء البعثات، بنشوف ايش الامور الترتيبات اللي بتصير مع الحج، اي حاجه يحتاجوها، اي شيء تعميمات مثلا صادره من جهات حكوميه بنوصل لهم، هي بنشوف ايش التحديات اللي عندهم، ايش المشاكل، وبنحاول نعالجها. دكتورة رانيا، يعني أنا تشرفت أن من 5 سنين كنت في الحج هنا واستضفت كتير من السيدات السعوديات، وكانوا سعيدات جدا بمشاركتهم وشغلهم وخاصة المتطوعات في العمل التطوعي. بس حضرتك بتشتغلي بالفعل بقالك كم سنة؟ 5 سنوات تقريبا. يعني هو من 5 سنوات كانت بداية النقلة للمرأة السعودية. الحمد لله. في خلال خبرتك من خلال ال5 سنوات أنت شايفة إيه دلوقتي بالنقل؟ كل سنة عن سنة صراحة بيصير تطور كتير وفي مبادرات كتير، يعني هدفها الأساسي إن احنا نحسن من خدمة ضيوف الرحمن. زي هذه السنة مثلا في مبادرة بطاقة نسك، بيحملها كل حاج إجباري، بيكون فيها باركود، الباركود هذا بيبين المعلومات الشخصية والمعلومات الصحية للحاج. مثلا نفرض إن هو تاه أو كده، بيكون في رقم الحملة، عنوانها، فين مكانه بالضبط، فيسهل إنه احنا نقدر نوصله مكانه. كمان في طريق مكة، واتكلمنا عن طريق مكة، صح، هي تقريبا ليها 2 أو 3، وكل مرة بيزيد عدد الدول، هذه السنة تقريبا 9 دول. بيسهل نقل الحقائب، يعني بدل ما ياخدوها خلاص يوصلوا المطار بيطلعوا على مقرات السكن تبعهم والحقائب بتوصلهم هناك. عايز اخدك لحتة تانية بقى، وهي عمل المرأة السعودية. وزي ما بقولك انا من 5 سنين شاهدت بداية عمل المرأة السعودية في مختلف المجالات، وكنت سعيدة جدا لفرحة المرأة السعودية. انت دلوقتي بعد خبرة 5 سنين في مجال العمل، رأيك ايه بقى؟ عارفة تواظبي ما بين بيتك وشغلك وحياتك؟ هو طبعا صعب على المرأة، بس بنحاول طبعا، بالذات لما يكون في عائلة داعمة وزوج واولاد داعمين، بالعكس يعني، والدولة اصلا دعمتنا، خادم الحرمين وسمو ولي العهد، يعني بيمكن المرأة بيدعموها كتير في هذا الموضوع. الحمد لله. ربنا يعينكم ويعين كل امرأة عاملة وأم وزوجة. الله يخليكي. شكرا ليكي. شكرا ليكي. شكرا.